لا كان صدفة. هو تلاقي يقول لي تخش يقول له بارطاج ندخلوا باش نداروا شو ندخل غير ندخل الاخوان عزيز ليه هو ذاك اللايف بزاف يستعمل مجهد ولا يدخل احلى 8 ايام. السلام عليكم. مرحبا الشباب. دخل دخل عند الرحاوي دخل عند الرحاوي. باقي شي سافر نوت؟ اه لا وريها لي بغا يشوفها شي اخوان. لا عزيز هادشي بالايطاليه بغا يشوف تفرنوت. شحال اخويا هذاك العصير؟ شحال الكاس؟ 10 درهم. ديال الرمان؟ الرمان 10 درهم. تبارك الله الاخ. كتصور فيا لا ما تصورنيش غنمسحها اخويا. اي واحد يصور. تفرنوت 5 درهم. حيدني حيدني. شباب السلام عليكم. بصحتكم. سفيان مرحبا. السلام عليكم خويا. الاسم كريم شرف هنا خويا. مرحبا بنا ولا لا؟ معلوم مرحبا بكم. هذاك ولد موز حتى ولد موز زر مرموشة. السلام عليكم. شي كلمة سي حسن. السلام عليكم. مرحبا بالناس. مرحبا بكم. هذا مشواش احمد تمارا. السلام عليكم. بصحتك بصحتك عشيت. انا معك انا معك. نشوفوا المنتوجات نشوفوا شنو كاين. مرحبا بك اخي سفيان. بدا قلب تازي. صاص وصوره. شحال شحال الكيلو شحال؟ 200 درهم. تبارك الله. مرحبا اخي اسمه محمد. السلام عليكم. ها اللحوم اخي. الله يحفظك اخي حافظ. صورة الطبق العلوي. ها هو ابراهيم. ابراهيم المشهور. الله يحفظك. سي تازي. الله يكرمك. بزاف بصحتكم. بالصحة والراحة. خذوا تفرنوت. الله يحفظك اس ديموني. مشيو للطبق العلوي البلاصة الهدوء. كندير سعيد ميمو هاد لاباج ديالي كندير فيها الاشاره اخويا. ما عجبكش الحال خرج منها. انا عاودها لك. شوف بالنسبه لي كتسولها اخي اسمه محمد. كندير اشهار هاد السيد صديق ديالي وكندير له اشهار وافتخر. ولا ما عجبكش الحال حيد من الصفحه. ولا بغيتي ندير لك الشطابه نديرها لك ماشي مشكل. حيت ما دايرش شي كونطرا معاك. هادو مجموعه الفنانه سعيد خويا. الله يعاونك تهلا لي براسك. سير زين رقاقنا رشيد الوالي. هذا واحد الفضاء في الفوق اللي بغاو العائلات بعيد على تحت يكونوا الناس كتكون شوية ديال الازدحام. الفضاء فضاء علوي شوية. أحمد أحمد مع حديد إبراهيم حوري. مرحبا يعطيك الصحة أخي رضوان. إوا خويا هنشوي زعلي راه ديالكم ديال بلادكم أخويا.
هنا مسجد اللي بغى يصلي الاخوان اللي بغى يصلي في الطابق العلوي في المشواس. الله يبارك فيك السي شجيع. وبارطاجي اخي شجيع، شجع صاحبك. اسم احمد. مرحبا بكم في مشوى احمد. ايوه كترحب بكم وشكرا لكم. شكرا شكرا. ها ها داك خينا اللي قال لك اشار بحال كيسالني شي حاجه الصحه الصحه ما كتشجعوا الشاب ما عجبوش حاجه ينسى. لا ندير له الشطابه ما عجبوش حاجه ينسى. من الاخر صحتكم بلال. هاك هاك شي واحد كيسول عليك. شوف شوف سعد ودوز لينا بلال راه في لاكيس. هاو هاك هضر مع سعد. مرحبا بك خويا سعد. مرحبا بك في اي وقت. المحل راه محالك وشكرا بزاف. الله ينورك. حافظ تصور هذا حافظ. شكرا خويا حافظ. الله يكبر بك. شكرا. الله يحفظك. انا نعطيك اخي رضوان بغيتي المشوي. ها هو سيد هاك هانا ها هو رضوان. انا صورته لك هات مباشرة. هات ها الراس ها المشوي. انا اخي قول لي فين بغيتي اخي رضوان يجيك دابا في البلاصة. هانا يلا نصوروا لكم الواجهة باش نودعوكم. صافي خير رضوان درنا لك المشوي. ما نساوش هضر الفواكه ما نساوش دار الدجاج والاخ اللي كيبيع عصير الرمان طور المشروع اخوين حفيظ ومنير. ودابا نقراو التعاليق ونشوفو. يا بسم الله سي عبد السلام اللهم يسر الله يحفظك. سي محمد معاملة جيدة يا بصح كيتعاملوا مزيان اخويا. اصدقاء ديالنا نشجعوهم اخاي. ومرحبا باي اخ عنده شي مشروع. شوف هذا الشيء مجاني. واحد الاخ قال لكم كدير اشهار. الصفحة ديالنا تنديروا الاشهار مجانا. اللي بغى يدير شي اشهار مرحبا به يتصل بينا ونجيو لعندو ونديروا ليه اشهار. ما عندناش مشكل. مرحبا بسي نافع سعد مولا سي رضوان. مرحبا بك. مرحبا بك. هاي الطابق التحتاني والطابق العلوي. بلال غندور سعد الغزال خويا ميرسي. مرحبا بك. أسامة البريني ما تشهينيش اخويا اش بغيتي عندي. اوه تحية للناس ديال اسبانيا. تحية لخنا أسامة. ومرحبا بك أخي أسامة. نصيفطولك في الباطو مالك. اختار أخويا شي مشوي. اش بغيتي المشوي؟ بغيتي الدجاج؟ بغيتي اللحام؟ بغيتي الكرعين؟ الله يحفظك السي محمد بشار. والله أخي ما كنا هاد اللايف غير ناقشنا أنا والإخوان. أحمد صديق ديالنا كيتعامل مع الناس مزيان. هذا أقل حاجة نشكروه لا هو لا الإخوان ديال الجمعية المهنية للجزارين بعمالة تسخير التمارة بدون استثناء إخوان كاملين. رضا فين أخويا؟ مرحبا أخي رضا نصلام. أخويا حنا في مشوات أحمد. حنا لقبنا هذا المكان بالإدارة حيث أن عندنا واحد الفضاء تنجتمعوا فيه ليلا. جزارة نافع تشكركم السيد عبد الله الحيوي.
الله يشكر على وجه بس ينافع الحاج الله يحفظك لا طول عمرك. قرأت التعليق ديال السي احمد تبارك الله السي عبد الله غادي يكون جديد ان شاء الله اعما قريب. وي خويا غادي نذكروا هذه المساله هذه اخي احمد اخوان راه كاين واحد المحل جديد ديال السي احمد غير هنا قريب نتمنوا انه يعجبكم وحتى يكون معنا احمد ان شاء الله ويكشف على التفاصيل ديالو خليه حتى يدير لكم مفاجاه. اسامه البريني بغيت غنشوف وجهك العزيز مرحبا اخويا دابا تو تسويت مرحبا انا اخي اسامه تحيه لاسامه من هنا حتى اسبانيا من مدينه تماره تحيه لك خويا مهدي تيسا احسن بزاف زعري صوفيا مصبار مرحبا حي العبادي انا اخي اسامه نشوفك اخويا كريم ايت صالح الله يرحم خويا حسن حلا بسمولي علي الشريف الله يرحمه مسكين اخويا موكا ماري سعداتكم مرحبا اختي بغيتي نسيفطور نسيفطور كذا انت راكي في الغربه مش كنتي سعداتكم شفتي المشوي خويا سفيان التحيه فين هو داك اللي قال لك كذا كذا ساعد فين مشيتي؟ هذا كتسناو التعليق ديالك تعجل ديما أحسن عندك نساء أبيضار الدروغري شو واحد الأخ شو كتب لي عندك نساء أبيضار الدروغري مرحبا خويا مرحبا أحمد البطاحي خويا الرحيوي مرحبا خويا الله يحفظك أسدي أحمد يلا الاخوان اللي معنا نشوفوا لي جيم ديالكم باش نقطعوا اللايف نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه عز الدين الحمراء ها واحد ولد ايمو الزار مرموشه جايه هذا حسن ولد ايمو الزار مرموشه ولد المنطقه ديالنا من الشباب صاحبنا ولد المنطقه ديالي كي 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 فرقنا غير واحد الجبيل حفيظ ادريسي مشوي ب 200 درهم بزاف قال لك واحد الاخ مشوي ب 200 درهم بزاف شنقولوا ليه شنجاوبوا؟ اخويا غير جي ومرحبا بنحسبوني باش ما يا سي يلاه اخويا قال لك اجي هو الزيرو ديال المحل الزيرو ديال المحل قال لك اجي وحسبوا باش ما بغيتي اجي تاكل وتشرب مرحبا بك اسامه البريني يحفظك ليا اخويا العزيز وراك غالي عندي الله يحفظك انت كذلك سعيد رشدي بين شي عباسيه لا اخويا ما عندناش العباسيه عندنا الشلاهبيه ابراهيم غادي واش باقي عمر السرباي تما باقي عمر السرباي عنده لا سينيسيس وعنده مرصب سعيد كيتو واش حدا الاخوين فوق من الاخوين اخي اسامه راك عزيز انت اخي قمر انا واحد في السماء عقلت عليها انا واحد ديك الطبق العلوي ديال شوف العائله تبارك الله السي بلال بلال الغزالي وبان بان بلال بان شويه الوسط بان بان زوميك سي احمد راه مهمة واحد القطة نسرير الياقوت مشوي ديال 200 درهم اش فيه فيه الشوا اختي خالد الطاحونه تحياتي او تحياتي اخويا
قلت لك واحد الاخت المشوي شنو فيه؟ حولي اختي حولي. حولي مشوي فراك. هزتي الحمراء. كاين الدجاج احمد معروف بالدجاج. واه خويا. عنده الدجاج، عنده التقليه، عنده الكرعين، عنده المشوي، عنده الفريت. عنده اتاي بالزعتر. تخليطه. طنجيه. ابراهيم راضي داكشي خمس نجوم، لا داكشي شعبي مغربي. هادشي ما فيهش النجوم. بعد بسطيله سير كوموند ياك. بسطيله سير كوموند. وبعدا تيدير الخير. دجاج مشوي. لا بسطيله دجاج وكاين بسطيله الحوت. الحوت. بسطيله 800 درهم ديال الحوت. ديال الدجاج 500 درهم. زيد واحد الاخ قال لك شنو عندكم في الماكله؟ كاين اللحم المشوي، اللحم كاين كفته، كاين الهبيله، كاين سوسيط. بروشيت لدان جميع انواع الحمراء والبيضاء وكاين دجاج محمر اورانجينا كاين اورانجينا قال لكم هنير كاين بيبسي كاين اتاي كاين الكرعين كرعين بنهار او يا سلام كرعين طواجن طواجنات باللحم بالبرقوق بالزبيب بالصلاه كاين بالاضافه للمعزي وطواجن الدجاج بلدي كل شيء كل ما هو او تافر نوت قلناها في الاول تافر نوت هو تافر نوت هما قصب السكر حدانا قصب السكر وعصير الرمان جاوب هاد السيد هذا اللي قال لك واش نصحولي قالت لك الاخت نيسري الياقوت واش نصحولي سير كوموند هي قول لها سير كوموند انا بغيتي سير كوموند يوجدوا لك ها هو الزيرو ها هو تقريبا كيجي بواحد 800 درهم 800 درهم باش كيجي ها هو الاخ بلال جاي مبروك على بلال زادت عنده زينب باركوا لها الاخوان يلا شوفوا هات شوف شوف شوفوا هاد السيد الاخوان شوفوا هاد الاخوان شحال هاد السيد شحال مبوقص بغيتكم تعطيو القلوبه بزاف لزينب مبروك عليه زينب القلوبه نشوفهم يطلعوا دابا انت الاولى هشام حسن القلوبه القلوبه كيطلعوا شوف 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 شو القلوبه شحال طلعوا يلا الاخوان جاي من هاد الشاب هذا راه زادت عنده بنيه زينب اه العقباليه ان شاء الله ان شاء الله العقباليه عندي وليد باش نداس معاه مرحبا مرحبا وديروا ديروا جيم ديروا جيم لبلال اسامه اسامه القلوبه القلوبه لبلال لا زينب الله يحفظك الله يحفظك اخي الله يحفظك جيب لنا داك الماني هنا اخي بلال جيب شحال ديال القلوبه سير سير شوف التليفون القلوبه شوف شوف شحال عطاوك وكتب لهم شي اهداء لاسبانيا سعيد رشدي واش ابراهيم نعس شكرا شكرا قالت لك نيسرين مزيان قالت لك مزيان الثمن ها الجيرو اختي نيسرين ها هو حسن ولدي مزار مرموشه جاي من الاطلس المتوسط حسن هو اليد اليمنى ديال احمد اوكي شوف كاين ما يدار اسامه البريري القلوبه صيفط صيفط لبلال بزاف هو وزينب الله يصلحها وتربى في عزك اخي بلال والعقبال الاخوان سعيد رشدي مزيان او اسامه من اسبانيا كيبعث القلوب لزينب زينب بلال سي ابراهيم تبارك الله سي ابراهيم ابراهيم غاتجي نسول عليك غادخل لايف غتلقى سعيد رشدي كيسول عليك السلام عليكم وسلم عليه سلم عليه عطيه التحيه وتيشوف فيك ود ابراهيم ها هو تيشوف فيك سلم عليه وسلم عليه الخير يلاه واش راك تحيه عندو كونج واخا اسامه واش مشيتي ليه ديك المره قبل ما تمشي سباني راه كنتي لقيتك جوج مرات هو اللي في حيله بالي يلا الاخوان نستودعكم الله تصبحوا على خير واحد الاخ سميتو السي محمد مشعار قال لك يتصغروا الشن انت شكون؟ قال لك انت يتصغروا الشن قال لك يموز الزر مرموشه خويا يتصغروا الشن انا الوالده ديالي ما يتصغروش سعيد القطيبي زينب قلوبة مرحبا سعيد القطيبي هذا راه فين سميتو في ليبيا غيكون زاري هذا قولي سعيد القطيبي شكون مصطفى القطيبي مصطفى القطيبي ما كيجيك والو خويا اللي فرهوره اصلا من سيدي هي
سفيان مصبان قال لك واش باقي هذاك الدري اللي فرور تما خويا عبد الله؟ كاين شي لي فرور خدام معكم؟ مراد مراد مازال. سعيد رشدي واخا خويا نشوفو له سعيد زاك هادو صحابنا الله يسهل عليهم. مرحبا خي سعيد. يلا الاخوه ما سخيناش بكم، نودعكم تحيه. لا عقول تصبحوا على خير.